وقد كانت الصلاة والسلام على الأنبياء عند ذكرهم كانت معروفة في السلف، كانت معروفة في السلف الصالح، ولهذا تجد كثيرا في كتب السنة تجد هذا كثيرا، يعني في سياق الأحاديث أو في تراجم الأبواب تجد هذا، تجد مثلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هكذا تجد في البخاري وفي مسلم وفي غيرهم. يجب علينا في حق الأنبياء والرسل عليهم السلام هو الصلاة والسلام عليهم عند ذكرهم، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وسلم عليهم، فقال سبحانه: وسلام على المرسلين، وقال تعالى: سلام على نوح في العالمين، قال سبحانه: سلام على إبراهيم، وقال تعالى: سلام على موسى وهارون، وقال تعالى: سلام على إلياسين، وقال تعالى في يحيى عليه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وقال عيسى عليه السلام كما حكاه القرآن عنه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقد كانت الصلاة والسلام على الأنبياء عند ذكرهم كانت معروفة في السلف، كانت معروفة في السلف الصالح، ولهذا تجد كثيرا في كتب السنة تجد هذا كثيرا، يعني في سياق الأحاديث أو في تراجم الأبواب تجد هذا، تجد مثلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هكذا تجد في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، فدل على أن الصلاة والسلام على الأنبياء عند ذكرهم كان معروفا عند السلف الصالح. فأما الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو أمر واضح جلي ظاهر، وقد أمر الله سبحانه به فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وكما ورد الحديث أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فيصلى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلى ويسلم على كل نبي يذكر، وإن كان في حق الأنبياء لا يبلغ درجة الوجوب وإنما هو مستحب، وقال بعضهم جائز، والقول بالاستحباب أولى والله أعلم.